فرحة ارتسمت على وجوه المواطنين والمقيمين بشأن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء الخاصة بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد بعد فترة من الإقلاق بسبب جائحة كورونا. العودة التدريجية هذه بصالحنا، وأتمنى أن الكل يطعم ويلبس يرتدي الكمام عشان نلتزم على القرارات اللي أسسوها مجلس الوزراء، وأنه ما نرجع وراء، لأن حالياً يعني الحمد لله خير انه وصلنا للمرحله اللي احنا فيها الحين، خلال الاسبوع بيفتحوا المطاعم، فاتمنى انه ما نرجع، واتمنى ان الكل يرتدي الكمام ويتابع القوانين ويروح يطعم. قرارات مجلس الوزراء فعلا قرارات ايجابيه ولصالح المواطن، يعني هم فكروا في المواطن قبل لا يفكرون في نفسهم، فاتمنى المواطن يفكر في نفسه قبل لا يفكر أن يؤذي غيره، فقط لا غير. يعني دعوات إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية وتجنب التجمعات في الأماكن العامة والخاصة للحد من انتشار العدوى، وذلك حفاظا على صحة الفرد والمجتمع. إيه طبعا فرحانين لكن ملتزمين، لازم طبعا الحكومة قاعدة تشدد لمصلحتنا ومصلحة الناس، مصلحة اللي يعني كل واحد يعني حسب المصالح وحسب الاشتراطات الصحية لازم نطبقها برضو في أماكن عملنا وفي أماكن شغلنا وفي المطاعم وفي كل شيء. كان قرار حلو ومفرح للناس بعد هالحظر اللي صار، والشيء هذا أكيد بيفرحنا وبيفرح الناس كلها يعني، وإن شاء الله أن الناس خلاص استوعبت هالشيء هذا. وبالنسبة للاحترازات يعني أتوقع أنه خلاص صار هالشيء هذا ملزم للواحد أنه يتحصن ويتحفظ، والكمام هذا صار أعتقد يعني ملزم أنه يكون معاه، يعني ما نقدر نطلع إحنا بدون كمام، والاحترازات أكيد واردة. وتسعى الدولة إلى الوصول إلى المناعة المجتمعية من أجل العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية. إشادة كبيرة من قبل المواطنين والمقيمين بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة نحو العودة للحياة الطبيعية تدريجيا مع الالتزام بالاشتراطات الصحية. فايز البطي، تلفزيون دولة الكويت.